أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقترابنا من شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بخير وعافية، وأن يعيننا على الصيام والقيام. ومن شعار رمضان القرآن، وحي الله ورسالته إلى خلقه، الهدى والنور والرحمة والبلاغ والذكر والفرقان والموعظة والبلاغ. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنزله الله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مدح الله شهر الصيام وهو شهر القرآن، والليلة التي أنزل فيها الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نزل في ليلة القدر في ليلة مباركة، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك من السماء الدنيا إلى الدنيا على مدى 23 سنة، منجما بحسب الوقائع والأحداث. ورمضان فرصة عظيمة لنعود للقرآن تلاوة وتفسيرا وتدبرا ومدارسة وحفظا وعملا وتعليما ودعوة إليه ومنافحة عنه. واجباتنا نحو القرآن نذكر بها أنفسنا مرة أخرى، تلاوة وتفسيرا وتدبرا ومدارسة، نتدارس مع إخواننا وأهل بيوتنا، وعملا وتعليما ودعوة ومنافحة عن هذا القرآن. كيف نستعد؟ من وسائل الاستعداد لرمضان العزم الصادق والإقبال على القرآن وترك الهجران. وهجر القرآن يشمل هجر الإيمان به كما طعن فيه المشركون، وهجر التلاوة وعدم الإصغاء، ومصاحف هجرت فلا يقرأ فيها ولا في غيرها. لو عندك مصحف فقرأت فيه ولم تقرأ في آخر، لا، ليس عليك لوم ولا بأس، فأنت تقرأ. لو قرأت من جوالك ولم تقرأ من المصحف، أنت تقرأ. لكن الذي لا يقرأ لا من المصحف ولا من أي مكان آخر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ومن هجر القرآن هجر التدبر والتفهم والإعراض عن ذلك أو الإهمال. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أنزله الله للتدبر. وأحيانا نسأل عامة من المسلمين، أنتم ماذا تقرؤون في صلواتكم؟ يقولون قصار السور. قصار السور، ما معنى الخناس، غاسق، وقب، الفلق لإيلافه، الصمد، سجى؟ هناك كلمات في السور القصيرة. كنود، يقول لا أعرف.
لا تعرف في قصار السور، فماذا تعرف في الطوال؟ وهل يليق هذا بمسلم؟ رمضان قادم الآن، فرصة للتعرف على معاني القرآن، مفردات القرآن، وأن تقبل على تجلية معنى كل آية وكلمة لا تعرف معناها. لا بد تنفي عن نفسك الجهل. تفسير القرآن، التفسير الميسر المختصر في التفسير، تتعرف من خلاله على معاني هذه الكلمات التي لا تعرفها، المعنى الإجمالي للآية. ومن هجره هجر العمل به، هجر تطبيق أحكامه، هجر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والقرآن أنزل للعمل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان يأتي بمعنى الترك، يعني تركتها. وكذلك اليوم تنسى، ترك الآيات، ترك التلاوة، ترك التدبر، ترك التعلم، ترك العمل، مصيبة. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الأنواع الهجر الخطيرة هجر التحاكم إليه وهجر تحكيمه، لا بد من تحكيم القرآن في كل النزاعات، لا بد من تطبيق القرآن في كل السياسات، لا بد من جعل القرآن هو المرجع في القوانين. وكذلك الدساتير والمواد التي تنظم حياة البشر. ومن أنواع الهجران العدول عن القرآن إلى غيره من الشعر والغناء والجرائد واللهو والثرثرة والألعاب الإلكترونية والقصص والروايات وكلام البشر وإهمال كلام الله. والهجر السابع هجر الاستشفاء، فإن الله جعل كتابه شفاء للبدن وللقلب، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فكيف إذا صار بدلا من ذلك الذاب إلى السحرة والعرافين والدجالين والكهان والرهبان؟ ألم ينزل الله المعوذتين تكفيان من كل شر وتعالجان كل ضر؟ أمراض قلبية، أمراض نفسية، أمراض بدنية، الرقية بالقرآن. وكذلك لابد من تهيئة الأجواء لمدارسة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يتدارس القرآن مع جبريل ليليا، ليليا، عبادة ليلية. لو اتخذت لك أخا في الله تتدارس معه، أو زوجة، أو ولد، أو صديق، صاحب، طوبة لمن فعل ذلك. يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بالرسول الملكي مع الرسول البشري. وحتى لا تضيع الأوقات، اشتري أغراض رمضان والعيد من الآن، ونحذر من الإقبال على لصوص رمضان فيما يعدونه من البرامج المفسدة التي تخرج الصائم عن التقوى، لأن الله فرض الصوم للتقوى. واللصوص هؤلاء الذين يعملون برامج الشر ويستهدفون رمضان بالذات، يعني ليضعوا فيه الأشياء المبهرة والآخذة بالألباب واللافتة للأبصار، لكنها تذهب الأخلاق وكذلك تخرب الدين في النفوس، تخرب دين الناس. ولابد كذلك ما يكون رمضان شهر النوم الطويل الذي تذهب الأوقات فيه في السبات، بينما لابد أن يكون للقرآن فيها النصيب الأوفى.
في الصلاة وفي خارج الصلاة، في التراويح وخارج التراويح، إعداد المساجد، تهيئة الأئمة، توفير المصاحف، كذلك التذكير بفضل القرآن وأنه التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. للقارئ بكل حرف يقرأ حسنة. القرآن في قرابة 300,000 حرف، كل حرف بعشر حسنات، يعني عندك 3 ملايين حسنة تقريبا، إلى أضعاف كثيرة بالإخلاص. والذي يقرأ وهو يعرف معناه والماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ترفع الدرجات في الجنة بالقرآن. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يا لها من نعمة، الله أكبر، يا لها من نعمة. لما يقال قرأ فرتل وارتقى، فرتل وارتقى، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلق، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا، هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقة. كان السلف يتفرغون في رمضان للقرآن. يقول الزهري عن رمضان: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع الكتب وأقبل على القرآن. يختمون عدة مرات في رمضان، في 7 وفي 5 وفي 3، وبارك الله لهم في أوقاتهم. الأوقات المفضلة خصوصا الليالي وفي الصلاة التراويح، وعندما نرتب أوقاتنا بشكل جيد، وعندما نجاهد أنفسنا لنقيمها على الاستفادة الحقيقية من الوقت، لأن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتدبر أو أراد شكورا، وهذا الليل والنهار خزائن نودع فيها الأعمال ليوم نلقاه. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت، ثم إلى الصلاة يقومون، وبين الأذان والإقامة يذكرون ويعكفون وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وفي الليل يصفون أقدامهم يتهجدون. قراءة القرآن يوميا وليليا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في الليل متسع كبير للقراءة. يوم القيامة يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعاني. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. في علاقة بين مدارسة القرآن في الليل